كبيرة وهو على كل شيء قدير وبكل شيء بصير. وأرسل النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وليا إلى الله بإذنه كسراجا منيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. To Almighty Allah, the Lord of the universe, the sustainer, most efficient, most merciful, and the compassionate. God said in the Quran, "Ba'athu billahi min ash-shaytan rajim, bismillahi r-Rahman r-Rahim." Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فسلام تقول من ياسين وطوب شينا ابو باكر. اللهم انا نسألك ايمانا مستقيما وذلة دعيما وطلع رحمة وقنا كاملا وعلما نفعا وقلبا منورا وتوفيقا السنة صبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذكرا وبدنا سطيرا ورزقا صاعا سعيا مشكورا ثم مذكورا وقنا مذكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كذلك
كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على